لتيأس من روح الله واستبشر بعطاء الله. لن يغلب عسر يسرين فانظر في آيات الله. الله يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله. فاسألني أعطك ما ترجو لا تطلب من غير الله. إن كنت مريضا يا عبدي فأنا الشافي وأنا الله. أو كنت كسير هل أحد يجبر كسرك غير الله. يناديك سحيرا قم واسأل يا عبد الله. فاسألني أعطك ما ترجو لا تطلب من غير الله.